أجبري تسأل حمزة، إذا نحبك تنصحني كيفاش ننجم نحط روحي على طريق صحيح في مجال الكتابة بالدارجة، الحاجة المغرومة بها. هندة، نحب نقولك أنا فا أقصد ربي، معناه كيفاش ننجم نقولك الطريق الصحيح باش تكتب بالدارجة؟ أبدأ اكتب اكتب اكتب، اختار المجال اللي تكتب فيه، تكتب في القصة، تحب تكتب في الأخبار، اكتب. يعني انت كيفاش نجم اقصد ربي نقول لك، ما نقولكش حاجه كبيره، بخلاف شد ستيلو وريقه وانطلق ابدك.